بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم الخميس الموافق 30/9/2021 تم وصول سيارة لحوم سكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف إلى مديرية أوقاف الشرقية. فقد تسلمت مديرية أوقاف البحيرة اليوم الخميس الموافق 30/9/2021 حمولة لحوم سكوك أضاحي تزن 4 أطنان، ليكون إجمالي ما وصل إلى المديرية إلى الآن 48 طنة. اليوم الخميس 30/9/2021 تسلمت مديرية أوقاف أسيوط الدفعة رقم 13 باللحوم سكوك الأضاحي وقدرها 4 طن. يصل إجمالي ما تسلمته مديرية أوقاف أسيوط حتى اليوم 50 طنة من لحوم الأضاحي، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.